المنطقة المحمية لجبل موسى تتواجد في أقصى شمال المغرب، تتميز بجودة بيئتها، تنوعها البيولوجي القاري والبحري المتفرد على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط والمغرب. هذه المنطقة صنفت كمنطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية سنة 1996، وفي 2006 أصبحت ضمن المحمية الإحيائية البيقارية لحوض البحر الأبيض المتوسط، والمنطقة الساحلية منها صنفت أيضا كمنطقة رمسة سنة 2019. هذه المناظر الطبيعية الجبلية بموائلها المتنوعة كالغابات والسفوح والوديان والمنحدرات تتسمح بتعشيش مئات أنواع الطيور، منها اللي هو قار أو مستوطن أو نادر، على سبيل المثال القرقف المغاربي، العقوق المغاربي، شرشور الإفريقي، نقار لوفايون، حميراء موسي، والحجل المغاربي. تواجد هذه المنطقة في الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق جعل منها منطقة ذات أهمية عالمية بالنسبة للطيور المهاجرة اللي كتنقل ما بين إفريقيا وأوروبا، فحل القلاق والكواسر والطيور الصغيرة. مئات الأنواع كتعتبر مهددة بالانقراض ومقيدة في اللائحة الحمراء للاتحاد العالمي للطبيعة. هذه الطيور كترتاح وكتغذى في الموائل الطبيعية لمنطقة جبل موسى قبل ما تكمل طريقها خلال مواسم الهجرة منين كتسمح لها الظروف المناخية. من بين هذه الكواسر اللي كتواجد بعدد كثير كنلقاو النسر الأكلف، الحداء السوداء، الحداء الحمراء، مرزة المناقع، السرارة، العقاب المسرولة وحوام النحل، والعقاب السنارية، والسقاوة الجارحة. تواجد هذه الطيور مرتبط بالمناطق البيئية اللي بدورها كتأثر بالأنشطة البشرية خصوصا الرعي التقليدي. الرعي التقليدي كينقسم من تكاتف الأشجار اللي كيعيق عملية البحث عن جثث الحيوانات النافقة من طرف النصور، واللي كتلعب دور كبير في تنقية الطبيعة وإعادة تدوير المواد العضوية وكذلك حماية الإنسان من انتشار الأوبئة اللي ممكن تنشرها الجثث المتعفنة. هاد الجثث غالبيتها كتجي من قطعان الماشية اللي كتموت واللي صبحات غير كافية لأعداد النسور، حيث الحيوان البري الوحيد المتواجد في المنطقة هو الخنزير. وللأسف تراجع نشاط الرعي التقليدي في المنطقة بسبب الهجرة نحو المدن أو خارج المغرب أو بفعل اتجاه السكان للأنشطة التجارية والصيد أصبح كيهدد تواجد النسور والطيور القمامة عموما. هاد الشي اللي دفع مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب باش تعمل على مشروع الحفاظ على الرعي التقليدي من أجل حماية النسور. هذا المشروع كيرتكز على ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول هو تشجيع الرعي التقليدي بخلق تعاونية فلاحية وتثمير المنتوجات المجالية، كيف غادي يشرح لنا رئيس التعاونية. رئيس تعاونية مراعي موسى الذي بفضل غريبو أسسناها، تعاونية فلاحية كتكون من 8 ديال الأشخاص، 4 ديال الرجال و 4 ديال النساء. أهدافها هي إنتاج وتثمين وتسويق الحليب الماعز ومشتقاته، تربية الماعز والمواشي، إنتاج وتثمين وتسويق المنتوجات المجالية، التكوين المستمر والمواكبة التقنية في مجال الفلاحة والزراعة وتربية الماعز والمواشي. شاركتنا غريبوم برحلة إلى شفشاون لنرى باقي التعاونيات التي تخدم على هذا القطاع. المحور الثاني هو خلق نشاط سياحي بيئي فريد من نوعه كيمزج ما بين السياحة القروية ومشاهدة الطيور، كيف ما غادي يوضح لنا الأستاذ الباحث المكلف باقتراح هذا النشاط. والهدف من هذا المشروع هو خلق أو إحداث مسلك سياحي إيكولوجي يعتمد على مشاهدة الطيور
كما يعتمد على مرافقة الرعاة للاطلاع على حياتهم اليومية وعلى معارفهم، ويمكن كذلك أكل وشرب بعض منتجاتهم المحلية. والذي أطلق عليه شعار رعاة والنسور تعايش وتناغم بجبل موسى هو المسلك المرسوم على الخارطة بالأزرق، بحيث يبتدئ من مدخل بليونش إلى البحر مرورا ببعض المرتفعات جبل موسى وبعض المواقع المهمة. والمحور الثالث والأخير هو تهيئ الفضاء الإيكولوجي للنسور باتخاذ عدة إجراءات ميدانية غادي تسهل تغذية هاد النسور عند الهجرة ديالها، وهذا الشيء غادي يشرحه لنا السيد المكلف بتنفيذ هذا المشروع. هذا المشروع كيهدف لتثمين المنتوجات الرعوية من أجل تحسين المستوى المعيشي لمزاولي مهنة الرعي وتشجيع الرعي التقليدي للمحافظة على النسور وغيرها من الجوارح. في هذا الإطار قامت الجمعية بحملات تحسيسية لفائدة رعاة المنطقة، وفي هذا الإطار تم تشييد 3 ديال الأحواض مائية، وكذلك تشييد مكان لوضع الحيوانات النافقة بالمنطقة باش تغدى عليها النسور. النسور تتلعب دور أساسي في الحفاظ على التوازن الطبيعي والمنظومات البيئية، لذلك ويجب علينا نحميوها. حافظوا على النسور، حافظوا على الحياة.